عليكم. فقرة سريعة ومهمة ومفيدة. لما يكون عندنا شوربة أو سوب ومسوين من عندها كمية، وهذه الكمية توفينا ليومين أو ثلاثة أيام، خصوصا في أشهر رمضان أو رجب أو شعبان أو في الأشهر اللي بيكون بها صيام، مثلا إحنا الآن بذي الحجة وعندنا أيام التسعة الأولى صيام، وإحنا عندنا ظروف وعندنا دوام وعندنا التزامات، فممكن أنه نسوي الشوربة بكمية تكفينا ليومين أو ثلاثة أيام، سواء كان عدد أفراد الأسرة واحد أو خمسة أو عشرة، حتى نسهل عملية التعامل وياها وما تصير العملية مكررة كل يوم وتاخذ وقت. نسوي الكمية مثل ما قلنا لأكثر من يوم، وممكن أن نوزعها بكوس زجاجية، بطاسات زجاجية مثل ما نشوفها، نوزعها على عدد اليوم الواحد. يعني مثلا إحنا باليوم الواحد ثلاث أشخاص راح يأخذون من هذه الشوربة، فنسوي لمدة ثلاثة أيام تسع طوس، نحط أول ثلاثة هي نقدمها بنفس اليوم، الستة اللي بعدها مجرد أنه تتغلف بنايلون غذائي أو أي غطاء من هذه اللي موجودة حاليا وتنحط بالثلاجة بعد أن تبرد بشكل تام. باليوم الثاني مجرد أنه راح ناخذ ثلاثة من عدها على العدد اللي إحنا به، هذول الثلاثة راح نحطها بالمايكرو لمدة دقيقتين ثلاثة حتى نحميها بالطريقة اللي تطلع بيها جديدة كأنها هسه مطبوخة. اختصرنا الوقت، ما احتاجينا انه نضمها في عبوة، يعني في قدر كبير، وبالتالي راح تاخذ حجم بالثلاجة، لانه تدرون هاي الكوسة الصغيرة اللي هي لنفر واحد بسهولة ممكن نحطها بالثلاجة، وبنفس الوقت ما راح تاخذ اماكن كبيره، ممكن باي فراغات ممكن نحطها، وتكون مغلفه قبل وقت الفطور او قبل الغداء. يعني بعض الاحيان احنا اكو بعض العوائل اللي متعوده تاخذ سوب او شوربه على الغداء، سواء كل افراد العائله او بعض افراد العائله، فنحتاج انه نسوي لهم بشكل يومي او متكرر. فبكل بساطه واحنا نحضر الغداء او احنا نحضر الفطور، ناخذ هذه العدد من الكوس اللي احنا محتاجين نحطها بالمايكرو، خصوصا انه هي صغيرة ايضا، فبالمايكرو ممكن تنحط اكثر من وحدة، نعطيها الثلاث دقائق اللي هي تحتاجها ونبدأ نكمل غير عمل. لما نجي نقدم الغداء راح او الفطور راح نلقى انه هذه جاهزة. فتفقرة بسيطة وحلوة مفيدة وسريعة وتفيدنا، وكونوا على ثقة اني اسويها اثناء رمضان خارج رمضان في اي وقت، لانه تسهل لي وبنفس الوقت تخلي الجدول مالتي الاسبوعي اعرف بي انه اني مثلا خلال هذا الأسبوع أحتاج إلى مرتين فقط أنه أسوي سوب، المرتين هاي تكفيني للأسبوع كله، وبالتالي اليوم اللي أسوي بيه سوب هو راح ياخذ وقت كامل للسوب لإعدادها وكل فقراتها وأيضا لغسل أوانيها وغيرها. في اليوم الثاني وقت السوب اللي هو النص ساعة أو الساعة أو الربع ساعة أو الثلث ساعة اللي مخصصتها للسوب أخصصها لموضوع آخر أسوي أستفاد من عنده. حبيت أوضح لكم إياها على السريع، إن شاء الله تكون مفيدة وتستفادون من هاي الفكرة باستمرار.